أهناك أحد؟ وقعت مصيبة، آمركم بفتح الباب فورا. لن نكفي شفقة يا رجال. شاب صغير لا يتجاوز العشرين، يرتدي ملابس واسعة. باسم، باسم، تجنب النظر. لم يكن بوسعنا فعل شيء. لا شيء؟ لو بقي الخليفة حيا لما حدث هذا. انتبه إلى أين تشير بإصبع الاتهام باسم. سرقة الصندوق من القصر فكرتك، لأنك أردت إعجاب أصدقائك المعكرين. ما فعلته أنقذنا. أنت قتلتهم، أنت من فعل هذا. أتى من تلك الجهة. أرجو ألا أراك مجددا أبدا. بسرعة. كلهم ماتوا بينما كانوا يسعون لمعاقبة. أنا لا أستطيع البقاء هنا، لا أستطيع. أجدت تعليمك، لكن كن صبور. سأفعل. امنحني القوة يا رب. إنه يفر. على يدك. تصرفوا كالمعتاد. ماذا؟ موت. جيد، لكن إياك والغرور. حسنا. كانوا يسعون لمعاقبة. أنا لا أستطيع البقاء هنا، لا أستطيع. لا تدعوه يهرب. لا بد من العاقبة. كل واحد منهم استسلم يا فتى، لا فائدة من الاختباء. توقف. هذا هو.
أعتقد ذلك. إجابة كافية. تحرك. ما الذي تفعلينه؟ لا تفكر. يوم جديد واختبار آخر، علي العودة. فمن سيثق بك؟ ها أنت ذا، هل أنت مستعد؟ أظنني كذلك. لا تفكر في الماضي، فلا تأثير له على الحاضر. ارتدي ملابسك وسنبدأ. هيا يا باسم، كما تدربنا. أمرك معلمتي. قوياً اليوم باسم، واصل التدرب. استعد يا باسم، استعد. اقفز الآن. أمرك معلمتي. رأيت ما يكفي، سنحاول غدا. شعرت أني بخير. أستطيع أن أرى ذلك في جسدك، تفقد تركيزك بسهولة. تعد قفزة الثقة
خطوة حاسمة في طريقك نحو البدء، وهي من أولى شعائر الأخوية وأقدسها. لتأديتها بنجاح لابد أولاً أن تثبت عقلك وجسدك وروحك، وأن تحتوي الخوف وتخمده وتعثر على السكينة وتتحرر. أمرك معلمتي. لنعود إلى المعسكر. هل أسألك شيئاً؟ يمكنك. في الأنبار عند القصر شهدت اجتماعاً بين الخليفة وخمسة رجال مقنعين أفراد التنظيم. كان الخليفة يحمي الغرض الذي اكتشفوه، لكنه كان يجهل نياتهم، حتى إنه لم يكن يعرفهم بالاسم. كيف لأقوى الرجال نفوذاً في بغداد أن يطأطئ رأسه هكذا لأشخاص مجهولي الهوية؟ هيمن التنظيم على رجال كهؤلاء وبلادهم لقرون من خلال إقناعهم بحقيقتهم أنهم حكام العالم الطبيعيون. لم يكن الخليفة سوى دمية بين أيديهم، وكذلك سيكون من يخلفه. الخلافة برمتها تحت تأثيرهم. باسم، تحدث إلى فولاد وانظر إن كان يحتاج المساعدة. سنواصل التدريب لاحقاً. أمرك معلمتي. هل رأيت المرشد ريحان؟ يستعد لاستقبال مبعوث الطاهريين يا معلمتي. شكراً لك. لقد طور صاحب الشرطة الحراسة. طاب يومك يا تبت. مرحباً يا باسم. ما خطب؟ المرشد ريحان يعلم ما يفعل بالتأكيد. علي التحلي بالثقة. هل رأيت فولاذ؟ لعله موجود في حجرته كالعادة. سأعود إلى العمل بأي حال. أراك لاحقاً. لبعض الوقت. لقد غادر هذا الصباح. لنتحدث عن هذا لاحقاً. بالتأكيد. ما هذا الذي في الركن هنا؟ رسم صغير؟ إنه توقيعي، حتى تعلم أني رسمت هذا وليس الحسن أو أنكى من ذلك أبو جعفر. أنا أمزحك فحسب. وداعاً. باسم، كيف حالك؟ أجلاً كيدو، الطعام آتٍ. إنه ذكي، وأحسب أن الذكاء يتناغم مع الصبر. يذكرني هذا بشخص. هل تحدثت إلى المعلمة روشان؟ تحلى بالصبر وترفق في تقدمك. سأضع هذا نصب عيني. طلبت مني روشان أن أقابلك. نعم، تحتاج رفقة إلى أشرطة جلدية. هل تستطيع إحضارها من المستودع؟ سأفعل يا فولاذ. أراك لاحقاً. كان مقطعاً في كتاب جوامع هذا ليس المطلوب. يصعب العثور على شيء هنا. لا، هذا ليس شريطاً جلدياً. القوات الموجودة بأرض الخلافة بدأت بالتضييق علينا. القوات؟ أنت تقصد التنظيم يا أبان؟ أنا لا يسعني الحديث إلا عما أعرفه يا صديقي. الخليفة يرغب في ردع المتمردين، وإذا أردت مد يد العون لهم فليس باستطاعتنا أن نضمن حمايتك من عاقبة أفعالك لدى الخلافة. يمدنا المتمردون بالأنباء في بغداد، نحن عميان بدونهم. مهما يكن من أمر،
فالوالي محمد عازم على إظهار قدرته على التخلص من هذا التمرد سريعاً. لا شك في ذلك. أتيت لأحذرك، تتغير الأحوال بسرعة في بغداد، لعلك ستضطر إلى التصرف بأسرع مما توقعت. فهمتك يا أبان. هذا يعني أن الطاهريين الذين يحكمون هذه الأراضي هم الحائل الوحيد بين ألموت وهجوم واسع النطاق. سلام هش، إلى متى سيستمر ذلك؟ شمالاً وجنوباً، معهم تعليمات جغرافية دقيقة يلتزمون بها لئلا يخلوا بالدقة. ذلك الكتاب الذي أعرتني إياه الشتاء الماضي الذي يتناول البصريات، سأحتاج إلى استعارته مجدداً عما قريب. إن به فكرة عن علم وظائف الأعضاء مرتبطة بما أعمل عليه حالياً، لكني لا أستطيع تذكر جميع التفاصيل. أخيراً. رفقة؟ باسم، باسم، هل تجوب الآن أرجاء المخيم بلا غاية؟ هذا الشريط الجلدي من أجلك، هل يفي بالغرض؟ أصرت روشان على أنك تجاوزت التدرب بالسيوف الخشبية رغم اعتراضي على ذلك. إليك خنجرك. وسيفك، أفخر بأنني عملت عليهما. هذا النصل له طبع مميز. ولما قد أصنع شيئاً غير فريد؟ أنا مدين لك، لم أكن أتوقع الحصول على أسلحة جديدة اليوم. رد لي يدين باستخدامه ضد التنظيم، دعهم يذوقون حدة طبعه. قالت روشان أنك تلقيت تدريباً إضافياً اليوم، أرح سيفك الجديد. أتوق إلى ذلك. أتعتقد أن حسين يدرك أن الجاحظ يشير إليه في كتابه البخلاء؟ السلام عليكم. تلك الفقرة الأخيرة من الملك. كيف حال التدريب يا صديقي؟ علمني نور طريقة جديدة للإمساك بالسكين، وقد تحسنت دقة ضرباتي كثيرا. إذا ألقيت السكين بهذه الطريقة تطير في الهواء بسرعة ودقة. أذكرك كيف تستخدم السكين؟ شكراً. هل قرأت أحد التعديلات في عملية الكتاب؟
أعتقد أنه فقد صواده عند التأكد أقسم لك إنه لدى كيف يسير البناء؟ استغرق هذا وقتا أطول مما توقعناه. هذا محبط بلا ريب. المرشد ريح علي قال ما كنت عقبة في العثور على أبي جعفر إذا ذهبت إلى بيت الحكمة، إنه يقضي لياليه في مرصده بلدي. يجري السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام. هل أرسلك فولاذ؟ لا، لم يرسلني. ألم تأتي لتساعدني في نقل الصخور؟ لست المقصود بالتأكيد. لا أقصد أن أكون فظاً، لكن لا وقت لدي للحديث، يجب أن أجد حلاً. سأدعك لمهمتك. Ugh.
بيت الحكمة. إنه يقضي ليالي عمل جيد، نلتقي غدا. باسم، حان وقت التدرب على القتال. اندهشت حين أعطتني رفقة هذا. أليس من الخسة أن يقاتل المستتر بالسيف؟ نحن المستترون ينبغي أن نقاتل بأسلحة مختلفة. لا نعرف أي مبلغ سيبلغه القتال. أي شخص يمكنه حمل السيف، لكن كيف سيستخدمه؟ أنا هنا لأتعلم ذلك. أأنت حقا هنا؟ حسنا، نعم، أعتقد ذلك. أنت هنا بجسدك، لكن هل أنت هنا روحا وذهنا؟ هذه أحجية؟ لا، بل هو الفارق بين الحياة والموت. احرص على استهدافي والدوران حولي، لا تدر ظهرك للخصم. جيد، هذا أفضل. أريني طعناتك السريعة أول. جيد، أنا في انتظارك. أجل، ممتاز. أحياناً علينا الهجوم بقوة أكبر لإلحاق ضرر أشد. سيعرضك هذا للهجوم، لذا تخير الوقت المناسب. والآن هيا. نعم، هكذا. هاجم بقوة. ممتاز، والآن إلى الدفاع. يمكنك تفادي هجمات خصمك. بعد التفادي بنجاح بضع مرات ستشل حركة الخصم. حاول تفادي هجماتي. أجل، هذا جيد. ممتاز. بعض الهجمات لا يسعك تفاديها، بل يجب مراوغتها. جهز نفسك. أحسنت صنعاً. لا تغرق في التفكير. هذه هي الطريقة.
أحسنت. والآن لنجرب القتال الحر. استغل ما علمتك إياه. أوف، فوجئت بذلك. أحسنت صنعا. إليك هذه. من أين أتت هذه؟ انتهى تدريبنا اليوم باسم. لماذا يجب أن نتوقف؟ لم أتعلم من الإخفاق شيئاً. التعلم الحقيقي يقتضي الحركة والسكون بالقدر نفسه، وقد أديت الحركة، والآن التمس السكون. لا تستعجل التدريب، كن صبوراً، الفشل جزء من تقدم سعيك. فكر فيما قلته لك وعد بحال أفضل. أمرك معلمتي، سأفعل. جيد، أراك لاحقاً. سيعود أحمد إلى بيت الحكمة قريباً. أخشى أن ينتهي به الحال محاصراً في وكر أفاعٍ. أعلم مدى قربك من أخيك. سنعرف مزيداً من الأنباء عما قريب، وبعدها يمكننا التصرف. السلام عليكم يا أبا جعفر. اسمي أحمد. أحمد، المعذرة. لا عليك، تعال واستدفئ بالنار. أخونا أحمد سيرحل عنا في الغد إلى بغداد، بيت الحكمة. بيت الحكمة؟ عملت أنا وأخي هناك أعواما عديدة، ما زال لدي أمور أود العمل عليها. العلم لا ينتظر أحدا، وسأفي بواجبي كمستتر لأن أكون لكم عينا وأذنا وسط العلماء. يا فولاذ، احكي لباسم قصة الريش. إن عادة الريش لدينا تنحدر من مصر، إنها تمثل ريش ماعة. كانوا يغمسون ريش البلشون في دماء المستهدفين، ثم يترك الريش ليحكم في أمره إله الدوات. من الضروري أن نتحلى بالتواضع ونعرف منزلتنا في هذا العمل. ما نحن إلا رسل العدل، ولسنا من يقرر الحكم في النهاية. هل من مساعد في العسس الليلة؟ سأصحبك يا نور، لابد أن أحرك جسدي إذا أردت الدفع. أنا ممتن لذلك، فلنذهب. هل ستأتي يا باسم؟ أترك الحكايات لوقت آخر. لم يصلنا رسول من سامراء منذ مدة طويلة. أنت من هناك، صحيح؟ أتيت من قرية صغيرة على أطرافها، لدى أبي ورشة للنعال، وقد نشأت وأنا أراقبه يعمل بها. اكتسبت هناك إذن مهارتيك المدهشتين في الحدادة، الدقة والعناية.